مرحب مرة ثانية بكل مشاهدينا في كل مكان في ساعتنا الثانية من صباح الشروق، ودائما في الساعة الثانية بنتطرق لأهم الأخبار الواردة صباحا على موقع الشروق نت. داخل الاستوديو معنا رئيس تحرير موقع الشروق نت الأستاذ الشيخ يوسف. أهلا ومرحبا بك أستاذ الشيخ، كيف حالك؟ مرحبا بكم ومرحبا صباح بكم الخير عليك. معاشر انتم ومشاهدكم الكريم، صباح الخير عليكم. الله يخليك. نبدأ أولى الأخبار على موقع الشروق نت، والتربية تحدد نسبة 60% أو في المئة للقبول في التعليم الفني. قال وزير التربية والتعليم السوداني بروفيسور محمد الأمين التوم إن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يحتاج لتضافر الجهود بين الوزارة وأصحاب المبادرات لوضع الأسس اللازمة لتحقيق هذا الهدف، خاصة ما يتعلق بالتعليم الفني الذي يفترض أن لا تقل نسبة الاستيعاب به عن 60%. وخاطب وزير التربية والتعليم الجلسة الافتتاحية لفعاليات مؤتمر المبادرات الوطنية للنهضة بالتعليم العام في السودان بحضور عدد من القيادات التعليمية وأصحاب 30 مبادرة ستقدم خلال الجلسات. وأوضح أن تدهور وتهميش التعليم الفني الذي يمثل الآن 3% من مجمل التعليم الثانوي أعطى مؤشرا سالبا لحجم العنصر البشري المؤهل فنيا لقيادة عجلة التنمية. كما استعرض الوزير التباين في توزيع المدارس بين العاصمة والولايات والأطراف المهمشة في كليهما وقصور الدولة في القيام بدورها تجاه المواطن وحقه في التعليم، معددا الكثير من المؤشرات والقضايا الدالة على عدم وجود التعليم باعتبارها قضايا فرعية. وقال بروف توم إن المسؤولية الأولى تقع على عاتق الحكومة بصورة عامة ووزارة التربية خاصة عبر وضع الخطط وتوفير التمويل فيما يتعلق بالأهداف والمناهج وإعداد وتأهيل المعلمين وتبني قيم ومبادئ تناسب متطلبات القرن 21. قراءتك وتحليلك لهذا الخبر، يعني نسبة القبول التي حددت في التعليم الفني من قبل الوزارة. من زاوية يعني متابعتي لبروف توم، هو في تشخيصه خدت يده على كثير من مواضيع الألم، نتمنى أنه في علاجه يكون برضو بنفس النجاعات التشخيص. صحيح السودان يحتاج إلى التعليم الفني، وأي أمة دايرة تقوم من الحطام يعني لا سبيل لها إلا بالتعليم الفني. لو رجعنا، لو الناس رجعوا لقروا في الكتب وفي في التجارب عن تجربة ألمانيا بعد خروجها من الحطام، كانت الحاجة اللي اعتمدت عليها هي التعليم الفني، توفير التقني الفوق وتوفير التقني المتوسط وتوفير الحرف اليدوية. نحن خلال العقود الماضية التعليم أصبح فوضى في السودان، بمثل ما أنه أصبح دكاكين خاصة وعامة وكذا وكذا وغير مهتم. برضو الاهتمام مش بالتعليم الفني بس، الاهتمام يعني ضعف، وأصبحت تهدد يعني أصبحت تهدد الزوجية المجتمع السوداني الزغاريت يعني. أيوه. يعني التعليم عندنا هو بس بالمسميات، الطب والمعارف والشنو والفلسفة ودكتور والبروف يعني. وكذا. أيوه، عشان كده فجأة لقينا نفسنا أنه عندنا كميات خيالية من الشهادات، وأي زول منتظر على سنة الشهادات دي في مقابلة حسب الدولة القديمة. في الوقت لأنه الحتة الفنية حتى الناس الموجودين الآن في ضعف في التدريب وفي ضعف في الكفاءات وفي ضعف، حتى عندنا مشكلة في الخبرات. فأنا بفتكر أنه دي الخطوة الأولى لعودتنا لخط التعليم الفني والاهتمام به. حتى الحتة اللي قالها عن توفير التعليم في المناطق بصورة متساوية، التعليم الأساس صح يجب أن يتوفر نعم. لكل لا الناس. نتكلم عن مناطق ترفية مهمشة يعني نعم في العاصمة نعم. والولايات يعني نعم في يجب نعم نعم يجب أن يتوفر بكل لكن التعليم الفني برضو التجربة الألمانية التعليم الفني خلوه ولائي، يعني بمعنى أنه في مثلا عبرة الحديد والنار، الدمازين الزراعة والإنتاج الزراعي والكذا والكذا، فيجب أنه برضو من خصوصية كل ولاية يركزوا التعليم التقني فيها مع توفر التعليم التقني العام يعني في كل الولايات يعني. نعم، يمكن حتى ذكر انه يعني الدوله يعني ذكر قصور الدوله نعم. يعني ودورها بانه هي تقوم بتوزيع الفرص او المدارس زي ما ذكرنا بصوره مختلفه، بالاضافه لانه دورها تجاه المواطن وحقه في التعليم. نعم نعم نعم, نعم. يمكن الى الان المواطن السوداني بيعاني من من من, من مشكله التعليم، يعني حقوق التعليم مهضومه تماما، وما في خطه الان للتعليم. التعليم هو فك الحرف الساعة الان، اي زول بيقرب بمزاجه، واي شارع بتلقى فيه مدرسه وجامعه روضة. وكليه وبتدرس بالمنهج اللي هي عايزاه وكذا وكذا، ولا مجال
لانه نهوض السودان اصلا الان النظره الكليه للاقتصاد السوداني لابد من نهضه تضامنيه. النهضه التضامنيه انت لابد انك تصحب فيها الشعب، الشعب من غير كفاءه انت حتستصعبه في شنو يعني؟ نعم. اللي يغني لك ولا يكتب لك اناشيد يعني. نعم. نتمنى انه في مقبل الايام يعني التعليم يحظى يعني اول الشعب يعني يحظى بفرص كبيره جدا في التعليم، والتعليم ينهض بهذه الامه للافضل يعني. نعم.